وبشأن أوضاع النازحين في العراق، تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إيناس زايد. أستاذة إيناس، مرحبا بكم. منظمة الأمم المتحدة تقول إن 2 مليون نازح ما زالوا في المخيمات وهم بحاجة لمساعدات عاجلة. بداية، كيف تصفين أوضاعهم أستاذة إيناس؟ نعم، مساء الخير. يعني أوضاع النازحين للأسف ما زالت تزداد سوءا وتزداد يعني مأساوية، وهذا الأمر بسبب طول مدة النزوح التي يعني يتعرض لها المدنيون. هناك نقص في الغذاء وفي الأدوية وفي الخدمات العامة بشكل يعني أساسي. أيضا مع قدوم فصل الشتاء هناك العديد من الظروف المأساوية التي يعانيها المدنيون في مخيمات النزوح. شهدت مناطق شمال العراق وغربه ما لا يقل عن يعني 7 مخيمات هناك غرقت بسبب الأمطار الأخيرة، وكان هناك وفيات يعني في هذه المخيمات. يعني هذه الأرقام أو يعني بالأحرى هذه الضحايا قد ترتفع في الأيام القادمة مع استمرار الأمطار، وهذا الأمر يعني يجعل على عاتق الحكومة والمنظمات الإغاثية مسؤولية يعني نجدة هؤلاء المدنيين ومساعدتهم في استبدال خيامهم وأيضا تحسين أوضاعهم المعيشية. هناك نقص ما زال في الأغطية وفي أيضا يعني التدفئة وأي مسائل أو وسائل ضرورية للحياة الآن فيها تلك المخيمات. لذلك فنحن نقول ونشدد على ضرورة أن يتم تحسين أوضاع اللاجئين والنازحين عفوا في المخيمات بسبب يعني فقدانهم لأدنى مقومات الحياة الأساسية. أستاذة إيناس، يعني إذا كانت الأمم المتحدة تقر وتعترف صراحة باحتياج النازحين في المخيمات لمساعدات عاجلة كما وصفتها المنظمة، ما الذي يمنع إيصال هذه المساعدات؟ يعني ايا كانت هذه الموانع، يعني سواء كانت موانع سياسيه ربما او بقرارات من الحكومه، او كانت ربما من عدم وجود ممرات امنه لايصال تلك المساعدات، ايا كانت هذه الاسباب يجب ان تذلل الحكومه كافه الوسائل والسبل لازاله هذه العقبات والصعوبات، وايضا لتسهيل وصول المساعدات الى هؤلاء الاشخاص المنكوبين الذين خرجوا من بيوتهم وديارهم يعني اضطراريا وهربا من اوضاع ماساويه كارثيه، ويعني لابد من انجادهم. نحن نتحدث عن رقم كبير، نحن نتحدث عن 2 مليون شخص. يعني هذا الرقم لابد ان تقراه الحكومه العراقيه بحذر وان تجد الحل لهؤلاء الاشخاص قبل ان يتفاقم الوضع ويزداد سوءا. أستاذة إيناس، هناك أنباء تتحدث عن نزوح عكسي باتجاه المخيمات المتهالكة، بعد أن وصلوا إلى مناطقهم عادوا مرة أخرى إلى هذه المخيمات رغم ضنك العيش. ما الذي يدفع النازحين لهذه الهجرة العكسية؟ يعني هذا مؤشر ودليل واضح على أن المناطق التي يعني غادروا منها هؤلاء النازحين يعني لم تشهد أي تطور، لم تشهد أي إعمار. هناك مناطق للأسف لغاية الآن يعني قد سويت في الأرض، وأيضا هناك مناطق ما زال هناك يعني البنية التحتية مدمرة بالكامل، وما زال هناك جثث تحت الأنقاض. لذلك فلا بد يعني عندما الحديث عن عودة للنازحين إلى تلك المناطق، لابد لهم أن يعودوا إلى المخيمات نظرا لسوء الأوضاع يعني التي شاهدوها في مناطقهم. هذا الأمر أيضا يقع على عاتق الحكومة العراقية مسؤولية إعادة إعمار تلك المناطق التي خرج منها هؤلاء النازحين، وأيضا إعادة البنية التحتية حتى يتم الاستفادة من تلك المناطق. أستاذ إيناس، على ذكر مسؤولية الحكومة في أن تعيد النازحين إلى بيوتهم وأيضا تهتم بإعادة الإعمار، الحكومة تتلقى دعما من قبل منظمات، ولكن حتى هذه اللحظة هناك كما ذكرتم هناك 2 مليون نازح خارج مناطقهم. هل يثق المجتمع الدولي بالحكومة في تحسين أوضاع النازحين؟ يعني مسؤولية المجتمع الدولي الآن اتجاه العراق كبيرة، ولكن يعني يجب أن تقترن أي مساعدات مقدمة أو أي منح أو تمويل لإعادة إعمار العراق
بوجود لجنة مراقبة على هذه الأموال التي تدخل للعراق، لأنه ويعني كما تم الرصد هناك العديد من حالات وقضايا الفساد التي يعني تم الحديث عنها داخل العراق وعلى مستوى حكومي. لذلك نعم فحتى نقول بأنه هناك استفادة حقيقية من المبالغ التي تضخ من أجل إعادة الإعمار، فإنه لابد من وجود رقابة على كيفية صرف هذه الأموال وضمان وصولها إلى مستحقيها وإلى الأشخاص الذين الآن يحتاجون تلك المساعدات. من عمان المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إيناس زايد، شكرا جزيلا لكم.